كثيرة هي القضايا التي تظل راسخة في أذهان من تولوا التحقيق فيها أو تعاطوا معها بشكل أو بآخر، إما لغرابة موضوعها أو لكثرة تعقيداتها وما كانت تنطوي عليه من أسرار. القضية التي نتناولها الآن واحدة من تلك القضايا. لم يكن الحاج مبارك الودنوني نكرة في مكناس في ستينيات القرن الماضي، كان من المقاولين المعروفين في المدينة، ولذلك حظي مقتله باهتمام خاص من الرأي العام المحلي. نحن في 20 من يوليوز من العام 71 900 وألف، حرارة الصيف تنزع إلى الارتفاع المفرط. في ذلك اليوم توصلت الفرقة الجنائية الأولى بالمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بملف مقتل الحاج مبارك الودنوني. كان رجلا في العام 81 من عمره عندما فارق الحياة بينما كان نزيلا بصحة الراحة، حيث أجريت له عملية جراحية لاستئصال البروستاتا. عثر عليه ليلة 19 إلى 20 من يوليوز في سريره وقد مات مختنقا. أسرع العميد علي الهمام المكلف بالفرقة الجنائية الأولى إلى مصحة الراحة، رافقه 4 من مساعديه المعروفين بكفاءتهم. بعد معاينة الغرفة حيث كانت جثة القتيل مسجاة على السرير، التقى العميد الهمام بالطبيب الذي أجرى العملية الجراحية للحاج مبارك. أكد الطبيب أن العملية كللت بنجاح وأن الحاج مبارك كان سيغادر المصحة بعد 10 أيام على أبعد تقدير، وأن وفاته لم تكن طبيعية، لقد تم خنقه بوسادة كتمت أنفاسه حتى الموت. التقى العميد الهمام بالممرضة التي اكتشفت موت الحاج مبارك الودنوني. قالت إنها تفقدته بعد الساعة 8 من مساء 19 من يوليوز. كان برفقته ابن أخيه حسن الودنوني الذي أتى به إلى المصحة. أبلغ العميد رؤساءه والنائب المكلف بالمداومة لدى النيابة العامة، ثم باشر الإجراءات الأولى منها نقل الجثة إلى المستودع البلدي للأموات. تقرر أن تجرى عملية التشريح في اليوم ذاته في 3 بعد الزوال. في انتظار نتيجة التشريح تم استدعاء حسن الودنوني ابن شقيق الهالك للاستماع إليه، لأنه من أقارب الضحية ولأنه كان آخر من زار الشيخ القتيل. أكد حسن للمحققين أن عمه الهالك تبناه صبيا لما تيقن أن لا علاج لعقمه، جاء به من تارودانت. أكد حسن الودنوني للمحققين أنه لم يزر عمه في المصحة مساء 19 من يوليوز، وأنه ظل في المقهى الذي فوته إليه عمه حتى منتصف الليل. أبعد من ذلك قال حسن إن زبناء المقهى شهود على ما يقول. ثم ألم يكن عمه رجلا طاعنا في السن؟ ألم يكن هو وريثه؟ للتأكد من كل ما يدعيه حسن الودنوني قام العميد علي الهمام بإرسال 2 من مساعديه إلى المقهى الذي يديره حسن، وأبقى عليه هو معه في المكتب. بعد 2 ساعة عاد المساعدان وقد توصل إلى ما يؤكد ما قاله حسن. يبقى الآن الاستماع إلى الممرضة التي ادعت أنها حين تفقدت مريضها الحاج مبارك الودنوني مساء 19 من يوليوز وجدت عنده ابن شقيقه حسن الودنوني. لدى العميد علي الهمام الآن ما يطعن في أقوال الممرضة. لديه شهادات متعددة تفيد بأن حسن الودنوني لم يبرح مقهاه حتى منتصف ليل 19 من يوليوز. لم تكن الأسباب الحقيقية لموت الحاج الودنوني قد تجلت بالكامل بعد، ولذلك فإن التعمق في بحث التناقض الجلي بين أقوال الممرضة وما يدعيه حسن ويؤكده الشهود سيترك هذا الجانب على الهامش بشكل مؤقت، ولكن الملف لم يقفل، فقد أوكل العميد الهمام إلى 2 من مساعديه ممن التحقوا حديثا بالخدمة مهمة المراقبة الخفية للممرضة وتدعى مريم الزكي ولابن شقيق الهالك حسن الودنوني. وكما كان مقررا في 3 من عصر 20 من يوليوز باشر الطبيب الشرعي تشريح جثة الحاج مبارك الودنوني. أثبتت النتائج أن الرجل مات مختنقا، خنقه قاتله بأن وضع شيئا ما على أنفه وفمه. لم يعد هناك من شكنا الآن،
فالعميد علي الهمام وفريقه بصدد التعامل مع جريمة قتل، وكل الأشخاص الذين كانوا يدورون في فلك الشيخ الهالك يجب أن يشملهم التحقيق. أكيد وجود طرف ما له فائدة من وراء قتل الحاج مبارك، ويتعين الآن الوصول إلى ذلك الطرف أو الأطراف. يتركز التحقيق على حسن الودنوني للقرابة التي تربطه بالهالك، وأيضا على الممرضة مريم الزكي لأنها ادعت أنها رأت حسن في غرفة الشيخ وقتا قصيرا قبل أن يكتشف ميتا. أفادت التحريات التي أمر العميد الهمام بإجرائها حول مريم الممرضة بأنها مطلقة منذ 5 أعوام ولها طفل. كشف البحث عن أن زوجها السابق طلقها بعدما اكتشف أنها على علاقة بممرض كان يشتغل معها. مع ذلك تضيف نتائج التحقيق فإنها صارت تتمتع بسمعة طيبة، وكان من الشائعات الأخيرة التي تروج حولها أنها مقبلة على الزواج من شيخ ثري، تقول حسابات الفضوليين إنه لن يلبث أن يغادر هذا العالم ليترك لها وابنها ثروة محترمة تكفيهما الفاقة. عاد المحققون بمعلومات حول حسن الودنوني، تقول إنه شاب حسن السلوك أتى به عمه من مسقط رأسه بسوس، وبعد أن أبان عن استقامته وإخلاصه جعله ساعده الأيمن لما كان يتاجر في مواد البناء. ولما تقدم العمر بالعم مبارك تخلى عن التجارة في مواد البناء، ولتأمين دخل لابن شقيقه حسن فقد اشترى له مقهى أسفل عمارة وشقة في العمارة ذاتها، بينما قام هو بشراء عدة شقق اكتراها لتوفر له دخلا هاما. أكد المحققون أن حسن الودنوني لا يغادر مقهاه الذي يعرف إقبالا كبيرا إلا لماما حين يذهب إلى شقته في العمارة نفسها. المعطيات التي توفرت للعميد علي الهمام تبقي على السؤال الكبير مطروحا، من المستفيد من قتل الحاج مبارك الودنوني؟ حسن الودنوني ابن شقيقه كان شابا بارا بعمه الذي تبناه وأغدق عليه من كرمه، ثم إنه كان سيرثه ولا تبدو هناك حاجة إلى التعجيل برحيل العم. فضلا عن ذلك فقد كان العم مبارك قد فوض إليه تدبير ثروته وحسابه البنكي، وبشهادة مدير الوكالة البنكية فإن الشاب كان يحسن التدبير. الممرضة مريم مع افتراض صحة الشائعات التي تحدثت عن قرب زواجها من ثري مسن، ومع افتراض أن الثري المسن هو الحاج مبارك الودنوني، فإن المنطق يقول إنها لن تجني ربحا من مقتله قبل أن يعقد عليها. فرضيات وأسئلة كثيرة تحيط قضية مقتل الحاج الودنوني التي تتخذ الآن شكل لغز حقيقي يتعين حله وكشف أسراره. المراقبة التي تخضع لها الممرضة لم تأتي بإضافات، بينما سجل الفريق المتناوب على مراقبة حسن الودنوني أنه ذو أطوار متقلبة في تعامله مع زبنائه في المقهى، فهو يتحدث إليهم تارة بلهجة تعلوها لكنة مكناسية لا تخفى حيث الجيم زاين والشين سين، وأحيانا يحدثهم بلهجة لا تخفي لكنة سوسية تعلو كلامه. تقلبات استوقفت المكلفين بمراقبة حسن الودنوني. قد يستنتج البعض أن الشاب يعاني من ازدواجية في الشخصية. أثناء فحص الغرفة التي كان الحاج مبارك يوجد بها حتى مقتله رفعت بصمات عدة، بصمات للممرضة مريم وأخرى بصمات غريبة عن المحيط المعلوم للشيخ الهالك. كان الفريق المكلف بالتحقيق حول هذه القضية قد أخذ بصمات كل الأشخاص الذين ترددوا على الحاج الودنوني في غرفته بمصحة الراحة. البصمة الغريبة لم تكن لأي من هؤلاء. جمع العميد علي الهمام أعضاء فريقه لتدارس المستجدات وتحليل المعلومات التي تم التوصل إليها. لم يكن في التقارير التي صيغت حتى تلك اللحظة ما يستدعي التوقف مطولا، ومع ذلك فقد استوقف المحققين تاريخ ميلاد حسن الودنوني
الذي صرح عند استجوابه للمرة الأولى بأنه من مواليد العاشر من مارس من العام 46 900 وألف، ولكنه حين أخذت بصماته لاحقا صرح بأنه مولود في 11 مارس من العام 46 900 وألف. قد يكون الشاب أخطأ، فالفرق بين التاريخين يوم واحد، قد يكون وقع له النسيان. مع ذلك قرر العميد الهمام إرسال برقية إلى شرطة أجدير لاستجلاء الأمر، وفي انتظار الرد طلب من مساعديه استدعاء الشاب حسن الودنوني للاستماع إليه من جديد، لعل ذلك يفتح ثغرة ما تفضي إلى كشف قاتل أو قتلة للحاج مبارك الودنوني. أمر العميد الهمام بأن لا ترفع المراقبة وأن لا يقحم المفتش المكلف بمراقبة حسن الودنوني في إحضاره إلى المفوضية. مثل الشاب حسن أمام العميد الهمام كان حزينا لمقتل عمه، لم يكن في سلوكه ما يثير الشبهة. كان على مفتش الشرطة الموجود في المقهى الذي يديره حسن الودنوني أن يقدم تقريرا شفويا على رأس كل ساعة، وبينما كان العميد الهمام يستمع للشاب حسن في مكتبه توصل بتقرير المفتش المكلف بالمراقبة الذي أكد أن حسن الودنوني ما زال في المقهى ولم يغادره. ثارت ثائرة العميد الهمام ووبخ معاونيه ونعتهم بالتهاون في تتبع عمل من هم تحت إمرتهم، فكيف يعقل أن يكون حسن الودنوني في مفوضية الشرطة حيث يتم الاستماع إليه، وفي الآن نفسه يكون في مقهاه يديره بشكل طبيعي؟ في الأمر ما يدعو إلى الغضب، هذا صحيح، ولكن الضابط المشرف على مراقبة حسن الودنوني والذي يتبع المفتش الموجود في المقهى إلى مجموعته تلقى القسط الأوفر من التوبيخ، ولذلك تحرك على وجه السرعة إلى المقهى لمحاسبة المفتش الموجود هناك. لما وقف بباب المقهى كانت المفاجأة قوية بل صادمة، فحسن الودنوني يوجد في المقهى كما أبلغ بذلك المفتش. كتم غضبه، أبلغ العميد علي الهمام بما اكتشفه وطلب من المفتش أن يبلغه بالمستجدات كل 45 دقيقة. لم يتأخر رد مصالح الشرطة في أجدير. البرقية الواردة من مصلحة الشرطة القضائية أكدت وجود شخصين في سجلات الحالة المدنية، هما حسن الودنوني وهو من مواليد 10 مارس من العام 46 900 وألف، والثاني الحسين الودنوني المزداد في 11 مارس من العام 46 900 وألف. أضافت البرقية أنهما توأمان. فور التوصل بهذه المعلومات أمر العميد الهمام بإلقاء القبض على الشخص الموجود في المقهى والذي يدعي أنه حسن الودنوني وإحضاره إلى المفوضية لاستنطاقه. أحس العميد الهمام أنه الآن على مرمى جواب من قاتل الحاج مبارك الودنوني. وضع الظنينان في مكتبين منفصلين، وكان العميد الهمام يتنقل بين المكتبين، ولقد لاحظ كما نقله تقرير فريق المراقبة أن أحد الشابين يتكلم بلكنة مكناسية بينما تطبع كلام الثاني لكنة سوسية. فاجأهما، أحدث لدى كل منهما وقع الصدمة حين سأل: من تكون؟ هل أنت الحسين أم حسن؟ تم جمع الظنينين في مكتب واحد، لا يمكن التفريق بين من هو حسن ومن هو الحسين، تشابه كامل في الملامح. لم يعد من مفر أمام التوأمين، إنها ساعة الحقيقة. لاحظ العميد الهمام أن أحدهما أطرق برأسه وأعلن أنه يريد الاعتراف، قال إنه حسن الودنوني وإن الذي بجانبه شقيقه التوأم الحسين الودنوني. لما توفي والدهما كان في 5 من العمر، وأن عمه أحضره معه إلى مكناس حيث تبناه واتخذه ساعدا أيمن له، بينما بقي شقيقه الحسين في قريتهما بسوس مع والدته. بدا من خلال اعترافات حسن الودنوني أن علاقته بعمه شهدت بعض التأزم بعد أن أدخل المصحة لإجراء الفحوصات تمهيدا لعملية جراحية على البروستاتا، ذلك أن الطبيب المعالج أبلغه أنه سيستطيع استعادة فحولته بعد الشفاء.
كان للخبر وقع قوي على نفسية الحاج مبارك الودنوني، ولذلك جاء سريعا تعلقه بالممرضة مريم الزاكي التي كانت تتولى تغيير ضماداته بعد العملية. لقد وعدها بالزواج، سخرت كل ما أوتيت من أنوثة للإيقاع به، طلبت منه أن يهبها إحدى عماراته حتى تكون مطمئنة إلى أنه جاد في طلب يدها للزواج. وافق الشيخ. قال حسن الودنوني إنه استاء لما يقوم به العم، وإنه أبلغ شقيقه بذلك وهو ما أغضبه. قال إن الحسين شقيقه أبلغه بأنه يتعين إقناع العم بالتراجع عن مشروع الزواج، وإلا فإنه سيضطر إلى التصرف معه بطريقة أخرى. يومين بعد تلك المكالمة حضر الحسين إلى مكناس، جاء يريد أن يثني العم عن مشروع الزواج الذي يعني للشقيقين إقصاء جزئيا أو كليا من أن يرث عمهما الذي يوجد في خريف العمر. كان العم مصرا على الزواج من الممرضة مريم، وكان ابن أخيه الحسين القادم من سوس مصرا على أن لا يتم ذاك الزواج. أقر حسن بأنه كان يعارض خطة شقيقه قتل عمهما، ولكنه فوجئ بمقتل الشيخ. كان يعلم أن الحسين شقيقه هو القاتل، ولكنه لم يقوى على الإبلاغ عنها، بل سايره في خطته بأن يتناوب على الظهور في المقهى وأن يلعب الحسين دور حسن حين يغيب، وكذلك كان. حسب المحققون أن اعترافات حسن الودنوني ستنهي البحث، غير أن الحسين فاجأهم بإنكار ما ورد في اعترافات شقيقه، ولذلك تقرر توسيع البحث حول الشقيقين حسن والحسين وأيضا الممرضة مريم الزكي. تم تفتيش منازل الثلاثة بما فيها منزل الحسين في تارودانت. هناك تم اكتشاف رسائل تلقاها في العام 70 من الممرضة مريم، إذ تعرف عليها خلال زيارة إلى عمه في مصحة الراحة ووعدها بالزواج. في منزل مريم اكتشف المحققون رسائل من الحسين الودنوني، تبين منها أن الحسين تخلى عن مريم التي ادعت أن قبولها بالزواج من الحاج مبارك إنما كانت تريد به الضغط على الحسين لحمله على الوفاء بوعده. أثبتت الوثائق والدلائل التي تم اكتشافها في منازل الأظماء أن الحسين الودنوني بيت قتل عمه، وأن الممرضة التي ارتبطت به من قبل بعلاقة غرامية كانت تعلم. الحقيقة أنها كانت تعلم أن الشيخ الذي يحلم باستعادة فحولة الشباب ولع بها وسقط في شباك غرامها. كانت تعلم أن غيظ الحسين الودنوني بلغ مداه، وأنه قاتل عمه لا محالة. كانت الممرضة تحلم بثروة الشيخ التواق إلى صبا ولا، وكان الشيخ وهو على سرير النقاهة يعيش لحظات غرام كان غرامه الأخير.